رمضان والله كان صح شريف تتوانس الكل صح شريف تكسر والله رمضان في تونس عنده رونق خاص اي رونق في بالك فما عباد حتى من برا معناتها يخص الكونجي نتاع وقت رمضان يحب يعدي رمضان في تونس اي حلو برشا رمضان. صح شريف تكلبنا عايشك نوفل صح شريبتك وصح شريبت المشاهدين الكل شقيت فترك اليوم اي شقيت فتري لا شنو يعني يبدا خلي واحد شقيت فتري شربة أي وبريك أي وشربة بالقرنيت بريك بالشفريت بريك وكمونية بريك وشربة بالقرنيت أي أي لا تشيش بالقرنيت آه. وكمونية وسلطة مشوية وسلطة خضراء ولازانيا إذاك قبل كي كنت نكذب على خطيبي ولازانيا وسلطة بولب وهي شربة ومرقة بلاش باش نسألك سؤال علاش تكذب عليه؟ شو الهدف؟ شو الهدف؟ الهدف انه نحن الناس لبس علينا وناكلوا في سلطه بعد ما هو باش يكتشف باش بعد عميل باش في وسط ما عادش نحبوا ناكلوهم في دارنا نولي نشرط عليه ويجيب لي سلطه قبلنا نحكي توا عم تعقل بعد ما توا ما عادش نكذب صادق توا تحسنت نعلوها يعطيك الصحة صح شريبتك يعطيك الصحة محليها لمة رمضان بالحق محليها خاصة تبدا هكذا تلم العائلة لمتنا سيتوك يبدا واحد هكا شق فترة وشبعان هكا ومفرد الحمد لله يا ربي وقهيوة عربي قهيوة عربي تعدل بها دماغك صحيح نحلو مجد كان يغسل في المعون وجانا طول ما اغسلش المعون صح شريبتك صح عايشك صح شريبتك دلول برشا راهو في دارهم مجد ما ليش ما اغسلش المعون بالماء البارد يغسلوا بيه المعون وانت المعون بيدو دي مسلكها اسمع اليوم فيولي تعبين شوي جمهور فيبرو راه صح شريبتكم صح شريبتك رمضان كل عام وانتم حيين خير ان شاء الله رمضانكم مبروك نهار الخامس زادة ما عاد ما مزال عاد شقيت فتري بريك سوابع في الفور برجولية برينجا اسمع وشكون قالك شنو شقيت فتري قول لي قلت لي شنو شق فتري ما قلت لكش ما قول مثال شربة بلسان عصفور بالدجاج شربة بلسان عصفور ولا بلسان العصفور لا لسان عصفور بالدجاج هو معلش عيطوا لها شربة لسان عصفور خاطر لسان عصفور قدك باهي انه اصل معتب اي وبعض من الذريه بالحم بقري اي بريك في الفور وبريك مقلي زوز سلطه مشويه سلطه خضراء اي فهمتني سلطه مشويه سلطه خضراء اربع مرات سلطه مشويه تمشي الديسك يمشي برك شويه فهمتني ميرسي احمد صح شريبتك عايشك يعطيك صح راني شكليت لا راني اش طيبتنا اليوم انا والله اليوم عملت فيلي وشامبينيون اوه يا اخي استنى ياكلوا فيهم في رمضان هذم اي بنين على الاخر حرامك يعني في رمضان ليش حرام ما بالنا حرام في رمضان حرام حرام بالعكس بالعكس اسكت شحال فتره عندك من الفرنسي جي ولا صعيبه صعيبه تقبل صيامك يتقاضى عليه والبع خاطر الكفار ما يسيموش في رمضان يا اخي الفيلي مش اللي ماركيو فيها بونتو هذيك معناتها نحط الكره في الفيلي معناتها الدفا ما هو الدفا ياكل الشبك معروفه يقطع شبك حط الكرة في الفيلي قبل نحكي شنو تعشيت برشا عجيب لحظة امشي كمل نوفل حسسني كي يحكي عن الماكلة تعديني حسسني انا فاطر انا لا لا بس ما سني معاهم كونسومي دو بولي كونسومي دو بولي تهبي شربة بالدجاج كوم كوا كونسومي دو بولي يا نوفل ياكلوا في الكونسومي ماشي كونسومي دجاج كونسومي كونسومي ما نحبش نعيفكم اما احمد اليوم شق فتر وجرانا وعليا جرانا تقول لي عين بقرك المره ولا شنية احكي لي يا احمد يا فوزي يا خويا من هنا الخمسه شنو تشهيد شنو الماكله اللي تشهيدها وطابت ما ساعات تتشهى يصير على شوف مستحيل عليه
مش كيف لا انا نحب ديك اللي يجي ولا ما نشتاش علاش دب انا ما نشتاش لا بالعكس الدب يتشال يا سامة في مثلا حب العسل يتشال شوية ذي الدب حب العسل شوية حب العسل خمس سنين ناسيونال جيوغرافيك يعرف انه الدب يتغذى من ال شوف انا في رمضان ديما راهو ما عندوش اللي مخك انت يقصد كان يقصد لو قال لا والله والله يقصد صادق يا فوزي من غير ما شيء انا في رمضان اخوي نحب الشويح شنو تحب؟ الشويح شنو الشويح؟ شويح هذيا هي نتاع ماكلة شويح 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 فوق التلبيس ما نحبش لا لا شنيش يا فوزي شويح نتاع ماكلة قلت ما نعرفوش لا شويح الفسيخ الشويح الخفيف فهمت كيفاش الرز نقول لك الشويح بالدجاج ساعة ساعة ما تعملش مقرونة مثلا لا نطيبوا مقرونة ساعة ساعة ولا ملمس ولا ملمس صدقني يقعد بالثلاث ايام شويه شويه انا باش نعطيك ماكله لبنه باش نشوفوك في المنتج تقول لي بصراحه اش شفت لبنتي؟ انا باش نعطيك ماكله وانت تقول لي شويه ولا مش شويه؟ باهي طاجين ملسوق شويه شويه بريك شويه بالعظم باهي شويه شويه اسكندر شويه شوربه مفوره لا لا مش شويه مش شوية في شوية بلا سيدابلة يعني سيدابلة ما مش شوية باهي خفيف عشا بالرنقة راس عدو شويح نعم عشا بالرنقة شنية رنقة عشا بالخبز نعيمة فما عشا بالرنقة بالرنقة اي راس على شويح ليه نسل في لبنة قلت لها عشا بالرنقة شويح ولا ايه شنية الرنقة الرنقة هي حوت الفيمي اسل فيك يا لبنى قال لك شنو عجب الرنقة؟ الرنقة؟ رنقة العلوش الرنقة تاع البوكس بالحق شنو هي الرنقة؟ الرنقة هو حوت في الحوت تجيب حوت شيء حوت شيء في الماء حوت العجة ما كلت الزوالي وليتوا تحطوا فيها الرنقة؟ لا هما ما قبلت ديما ما قبلت طيبوا بها العجة وطيبوا بها المعقودة وطيبوا بها الطاجين شنو الرنقة؟ الرنقة ماهيش غالية راهي الرنقة راهي سيدي عبد السلام يعرف ماهيش غالية الرنقة راهي ماشيش في بالهم مش غالية راهي حوت يشيحوه نوع نتاع حوت يشيحوه يعملوا بيه مبنيين عندهم نكهة غير عادية وين نلقاه؟ في برشا سنترا احلى عشينا صلاتة من شوية اليوم وبريك في بريك في الفور خاطر نهار الأول نعملوا بريك بالعظم ومن بعد يولي بريك في الفور ولي ريجيم بوزوز ثلاثة أربعة سلايد خاطر نحب نشبع بسلايد باش ما نقضش على صحيح دونك فوالا باش ما نقضش وكسكسي بالحوت خاطر ليلة النص ما شاء الله بالظل النص يعمل كسكسي بالحوت نص العشرة أيام الأولى كسكسي بالحوت الخمسة أيام في الخمسة أيام خاطر بنمشيو بال بالخمسة بالخمسة العشر الأوائل برافو برافو العشر الأواسط والعشر الأواخر يلا زين سامحني شد بلاستيك فوالا لا خالد بحذاك متوحش تسلم في ولدك والله ما تحش من كرف فيا كرف فيا نمشيو توا هل تعلم الانتقام هل تحلب ومن بعد نرجعوا لكم في اضحك معنا هل تحلم الانتقام؟ السلام ومرحبا بكم في هل تحلم الانتقام؟ الليلة ساعتين تاع الليل رجعنا الدار يسرى المناعي باش نعمل لها عملة نتشمت فيها على طريقتي وأداة الجريمة شروبه وملحفة بيضة تبعوا مع بعضنا شو باش يصير تتمنى لكم رمضان مبروك مرحبا بكم
نمشي توا نبريك ليلى مع الشيف زهير بن تقية. مرحبا بيك شيف، صحة شريبتك وان شاء الله. بصراحة استمتعنا وتعلمنا معاك. لاخذوا لا تابل، هذه هي ليلى اللي في لمة الدار في الطاولة، وانتم ملمومين مع ليلى تلقاو لي برودوي الكل. اليوم عندنا ترو برودوي، عندنا ليلى بريستيج دوري وارجنتي هكاك، وعندنا زادة ليلى برينيوم كلين. دونك عندك ليلى زادة بالالوان، عندك برشا حاجات لي زيسويتو شفناهم، دونك بكل الانواع. تخلي ليلى يتبعوكم في الطاوله. شو محليهم الفازه هذه؟ تحط واحده من ليلى برينيوم وتحط فيهم كوفير نتاعك سمباتيك فرشيته سكين. حلوه برشا، حلوه برشا لبنى. ميرسي لبنى. دونك كيفاش نعملهم؟ شنو باش تورينا الشيف؟ احنا اون فيت نختاروا في حاجات سهله باش نجموا نعملوها في ديارنا. هذا لوبجيكتيف. عصره فما الصعيب هو؟ بيان سور. اي فما صعيب برشا، وفما برشا حاجات نتاع مناسبات كبيره، نتاع مناسبات كبيره كيما جور دو لون، كيما كيما سان سيلفستر، نتاع لي زوتيل الكبار هذوكم، الفازات اللي نتاع عرفت يوتيلو كان يلقى فرشيطه مايله دو دغري على اليمين ينجم يطرد عليها. حتى الكليون مرة حضرت على الكليون سينوف قال الفرشيطة مايلة شوي، هز روحه وروح الروس. اي صحيح. أي. يمكن يطردوا فيها ثلاثة روسيا. اي بينما دارهم قال بوك مات. بينما احنا لهنا لمة العائلة مع ليلى، لمة العائلة اللي هي تجلس تعملهم انت كربة بيت، واللي انت كرب بيت باش تفرح مرتك صحيت، هي تبدا غادسة وانت تجي تقولها بالله كالعادة باش نشم نوار بالريحة ولا بليش؟ ايه ناتوريل 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 ناتوريل. حبيت زيد جوست نذكر اللي راهو لي برودوي ليلى، برشا ناس يمشي في بالهم اللي هو راهو اغلى من لي سيرفييت اون كوتون ولا سيرفييت اون ايتوف. بالعكس، ان سيرفييت اون ايتوف الكوت بوكو بلي شير. علاش؟ على خاطر تحطها في الماشين على لافي، فما الكتريسيتي لو برودوي اكسيتيرا، وبعد الروباساج وتتهرى في ساعه كلها راهي بلاح. دونك هذه القايمه ديتاش يقعدوا. دونك هذه سي بلو. شنو باش تعمل لنا تراه شايف اليوم؟ كيفاش نحطوا الكوفير؟ عملنا بريكا اليوم بالليلة. بريكا سي فري، إذا ربت بيت تقطع عليك البريك تنجم تحط العظمة في سيرفيت ليلى. ساعدنا وفي الوهوة. ليه تاكل العظمة وتمسح بالليلة؟ ميرسي ميرسي. ريتني كيفاش نساندك حتى في موضوع ليلى يجري في دمك نحسك به. شايف دونك هذه باش تحط فيها الكوفير؟ وي. شايف نحسك يا تاب تعمل فيهم، تقول عندك سر المهنه ما تحبش توريه. لا بالعكس، مخبيهم بالكيس. نجيب حدايق غادي نجيب. لا عادي عادي، لا هاو الكاميرا تصور فيه. هاو الكاميرا تصور فيه. واه نافي حاجة فسر لنا كيفاش تعمل. والله تبارك الله عليك. تري سامبل هاكم ظاهرين في التواليج وفي تطويهم تعمل طايتين تو نفسر انت راه، ثم تنسى الطايتين اللي عملتهم وتقلب. والطاوية الأولى أنا شايل هذي تحسب ثلاثة صوابع. زوز سوابع، ثلاثة سوابع وتطويها باش تجي. نرجعوا لتولة الطايتين اللي خليناهم. إيبان فوالا. نحطوا. حلوة هذيا بالحق. ما تعملوش كي الشيف، ما تفسدوش فاز عملتها، جيبوا فرشة جدد. ما هو بون. أنت ال. حاب يوريك معناتها. حاب يوريك تراه. فوالا. بلي أسمعني. لبنى هذا إيش 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 لبنى؟ عاودها تراه. أمشي لحظة سامحني. سهله لبنى قالت انت مو عليك بالواحد بالمغارفه والفرقيته والسكينه ولا سايب المغارفه اخر ايتاب هذيك اسكت على روحك ترى هي عندها طريقه ما لبنى تحب تثبت لك اللي هي طفله حاذقه اي شنو حاذقه ايوه ليه كورنو هذا قرطاس شنو الفرق قليبي حماس حتى ذو ما تتحط فيهم الفرق تصفيق على لبنى برافو لبنوش برافو ميرسي برافو ان توكا هذه حاجه من ليزاستيوس كما شفتوا هذه في الكيسين مثلا في محلاها الفازه هذه محلاها اه شو سامبل وي انا كورديون اون بلي اون دو اي بي هذه دونك هذه الاكورديون شفتوا كيف محلاها تطويها كيما المثلث ومن بعد تبدا تطفي بالكربوكارو ومن بعد تعمل هكا وتحطها في الكيس سامباتيك تزين على الاخر بالنسبه لهذه كيفاش عملها وعملها في المباشر يتطوي وكيك تحط كوفير وتبدا هي تزين دوك فهمت الموتيف او محليه مزيان لهنا مثلا تحبوا تشوفوه ما غير شفت كيفاش متوي لهنا تحط بوشيت فوالا ولات بوشيت وتنجم تستعملها بعد ال بعد ما تفطر
شنو تستعمل؟ شنو معناتها؟ هي الاوبجيكتيف شي سمح. انت فطرت اي بعد ترجعها هكا امبوسيبل الملك اما والله ما بعد الفطور سمحنا تستعمل. نحب نوريكم انا زادا كيفاش تنجموا تستعملوا البابي برستيج لي لا تاخذوا بابي برستيج تطويها على اثنين تطويها على اربعه والمره هذه مختلفه تنجم تطويها على ثمانيه يعطيك الصحه يا شيف. دونك هي هي فن الطاوله هي ستام بليزير انت البرودوي لي لا ستام بليزير كيفاش تستعملوا وانتم زادا باش تكون حاجه براتيك لي لا تشجعكم برشا وتقولكم كل يوم واحد فيكم نجم يربح مليون كيفاش تاخذ تعمل ديكوراسيون ليلا بريستيج ولا ليلا بريميوم ولا باللي سويتو ولا بالليلا هذوكم بابي الكولوري اللي شفناهم تعمل لي ديكور نتاع طاوله وتصور طاولتك ما تعملوش باش تربح راهو اعملوا انت فرح راجلك ولا فرح مرتك شيخ انت في طاوله رمضان خلي عينيك تاكل قبل ما كرشك تاكل ومن بعد ابعث لنا على الباج فيسبوك ليلا بابيي واحسن واحد باش يربح مليون من اهداء ليلا. يعطيك الصحه شيف. كنا هذه عملنا جو عملنا برشا جو مع ليلا بابيي شفنا الكل وشفنا كيفاش ديما تكون حاضره ليلا في طاوله رمضان وتعطي برشا فرحه وامبيونس في طاوله رمضان. ميرسي بوكو. يعطيك الصحه. ميرسي ليلا. ميرسي بوكو. ميرسي اتينا. ليلا تتمنى لكم رمضان مبروك. يلا هذي يضحك معنا تحشش عليه ولا ما تحشش باش نعطيكم في رمضان عام ناول اغرب الاسباب اللي يقولوها الخدامه كي وصلوا الروتار ولا غابوا على الخدمه. انت العرف كل واحد فيكم باش تخيل روحه العرف وباش يقول يحشش عليه ولا ما يحششش حش عليه ولا ما يحشش صدق يجيك يقول لك جيت مأخر خاطر ما تسحرتش سامحني عارفي تحش عليه ولا لا نطردو. برافو انت لبنى. نحشش نحشش عليه شنو ما تسحرش اش معناها ما تسحرش قام جيعان ولا ما نحش عليه ايش انا بيه ما فهمتيش يعني. انا ليه هضم الاسباب الديبيل اللي يعطيوها الناس كي يجيبوا على الخدمه يعني تشد فيه كاينك انت باش يسخفك يعني قال لك باش يسخفك قام تعب قام بالسيف فهمت ليه نطردوا على خاطر البولوس البولو خدمه خدمه باهي امبارح تضربت بفوشيكا مفجوع ومحروق في ظهري هذاك علاه ما جيتش نعم الطرد ولا البولوس اللي بولوس؟ الطرد سيد 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 هذا باغاتينور ظهر فيه. أحسنت حد نعيم أنا باغاتينور لا بولو. معناتها تي صفصت معناتها شنو معناها ضربت بفوشيكا ليه عاد انت مجد نعرفك صعيب نشوش تعديه نحش نحش عليه نحش عليه شادلي يقول لك قعدت نغسل في المعون الصباح خاطر امبارح دوري وانا مشيت للقهوه هذاك علاش جيت مأخر هذه طفله خليه ميساج ناخذ له بخاطره تاخذ له بخاطره وانت يا احمد لا انا بطبيعتي ما نحشش انا ما نحششش عليها ما نقول تو انت راجل انت هزي حاد لبنى تشجع رجال باش يعاونوا نساهم شنو يشجع العقليه المتخلفه هذه هزي حاد تعمل كرجال يعملوا مع المعون هيك طيب مسكين عشية كاملة يا حبيبي بتاعك علاش في مخك المراه هي لازم تطيب اما لا فرش حاجات اولويه علاش النساء ما يخدموش علاش النساء زاد تمشي للمرسي وتقعد ديفان قالت لها سامعوها هو ما عادش تقول شيء خويا تعرفونيش ناس سحب من البرنامج قالت ما يجيش احنا نلقاو بالعقليات ولا نزيدوا نحطوها في الطاوله يا خويا انا ضد راجل يغسل معايا المعون باهي ليه راهو زاد مش الراجل كي يغسل المعون معناتها تطور ما تحبش نرقاو كل واحد خاطرك يعيش وقت المعون معناتها العقليه الذكوريه معناتها انه تربط هذوما كل بالمراه ماهوش مربوطه بها. اي هاي الخدمه الراجل. اي. انت ليش شنو الخدمه الراجل؟ شنو ما يخدم؟ فما نساء يخدموا تقول راجل شهر ما تمثليش. انا راجل شهر. والقانون معاها. اي. لا ماناش في هذا احنا تو. انا راجل مربوط ببعضه. لا ماناش في هذا انا راجل يعاوني يهبطوا بال يقضي معايا سالي بدل الكوش لولدي اما مش سامحني يلبس طبلي ويغسل لي المعون انا ما نخليهش. اما غير طبلي يغسل الولد.
لا بالحق فوزي مثلا عمي وقلنا هو مثلا مرته تتعب في التطيب هو يغسل معه ويعاونها اي بوركو با بالعكس انا راها راها رجوليه وشهامه وحن وطيبه والدنيا الكل اما لحظه ما لمتش على الراجل ليه متقلق انا كامرا ما نخلي هو عنده حق ايه من حق يا استاذ ربنا شو يا ودي هي بدا ما تغسلش المعون انتم ما كنتوش فاهمين والله ليه انا والله لا تغسل انا كي ناخذ راجل نولي نغسل المعون شيء مكبيت بس ريجه برك بس هاتوا برك انت الراجل برك تنغسلوا سيدي اسمعني وقت يشوف وقت تعمل عيله وتجيب زوج ثلاثه صغيرات ويقطع عليك الضرب تقولي من بعد صحيح وحاجه اخرى شو الراجل النبي صلى الله عليه وسلم وما ادراك كان يخدم في داره يخدم ويخدم اهله ويغسل نعله ويغسل حوايج ويقضي حاجته في الدار فما بالك احنا تخيل انت تخيل انت تقري تخيل انت في الدار تقري وتلبس وتوكل ودك ببي مثلا بيت ثلاث ايام وانت بيتها فايقه ما تقعدش في الليل مسكين ترضع وتقد وسخانه عنده اه وزيد في الليل تقوم في رمضان تغسل طيب مثلا اربع سوايع في كوجينا وزيد تقوم في الليل تغسل المعونه كله ذاك لا باس انا يعني حكيت فهمت حاجه اخرى علاش علاش نقبلوها من القره؟ القره يتقاسموا الادوار نعيمه اي عادشي بالطبيعه يتقاسموا الادوار بكل سرور بكل يعني محبه فهمت وما غير ما تقول له خاطر يوصل لدرجه من الوعي ولا اعمل كوش ولا حاجه يتقاسموا الادوار القره وبكل محبه يعني فهمت صحيح هذا شو دوك كلام بقدر الخير نمشيو توا للفيسبوك شنو يحكي والتوانسه على الفيسبوك قبل ما نمشيو للجزء الثاني ويجي حذانا الشيخ سعد جزيري وي نبداو خويا في رمضان الفيسبوك الحلقه الخامسه اليوم الحلقه الرابعه من رمضان الفيسبوك في خمسه رمضان دلال دلوله بلاصه القلب عندي كنتوله عطاتنا تصويره مهمه برشا قالت لك هذه تصويره الموظفه التونسيه في رمضان تدخل شركه في رمضان تلقى موظفه تونسيه اخزرك فريد شوقي ايه ما ليه عاد نحكي لك على اللي فيه تاع الواحد بالله سامحوه سامحونا الاولاد نواصلوا خويا حسين يحلم بالطليان حطينا تصويره حصريه الرغب علامه قال لك هذه رغب علامه قبل ما ياخذ من عمره ويعطيها نواصلوا زادة ربي شو اسمه نزيد حسام يحلم بالطليان نواصلوا مع فريد بابانجيدا فريد بابانجيدا يحكي لنا قصة قصيرة حزينة قال لك واحدة جايبة ستة معدل جايبة يخطبوا فيها قالت لهم نكمل قرايتي يا بنتي ستة معدل ما يدخلوكش الحبس قرايتي تكمل أرزني سميح سموحة صدر اللوحة لهنا وريتنا تصويرة مهمة برشا كوب التونسي في هذا العرس نتاعهم قال لك هذايا مش رومانسية مش حب هذايا تونسي معرس 90 مليون كمبيالات يغرد لا يحب لا شيء مشاكل أخرى نواصلوا تعدي العالم الرياضة مع فريد مهبول الحديد اللي هبط لنا تصويرة هذايا مان قال لك هذايا بطولة التهاب المفاصل هذايا مش كمال الأجسام هذايا كمال لله نواصلوا خويا نقفلوا تويكا شوفوا الحيوان هذايا ما بعثنا هبطوا خالد خوخة ديما تجينا الدوخة شوفوا الحيوان هذايا قال لك الحيوان هذايا ما نعرفش اسمه متحسوا صاحب جو ولا بالرسم لا مش عارف ولا شنيه متحسوا رجل تحس العامل هذايا مفاصل رمزي هل تعلم ما نعرفش عليه انا مش عارف شنو ما تحسوا الرجل يا صاحب جو فدليك كي تقعد معاه ما تقلقش في الدار شنو النوع هذا يا فوز لو تحسوا فار وشطر مع رمزي هل تعلم جيبوا هنا اقسم بالله سي ربي يقدر الخير والله ميرسي يعطيك الصحة نحب نشكر بحر مناسبات على ديكور اليوم موجود في ريانا بحر مناسبات رقم الهاتف 29 21 25 10 يلا نرجع لكم بعد شوي مع الشيخ سعيد جزيري